وشحال سمعت هاد الدعاء في حياتي، الله يرزقك صبر أيوب. كيف دير هاد الصبر؟ اش وقع لهذا النبي؟ وكيفاش صبر على شنو وقع ليه؟ قصة اللي طلبت مني الأغلبية باش أنني نحكيها ليها، قصة اللي ضروري من بعد ما تسالي من السماع ليها غادي تجدد فيك الروح وتخليك تعود التفكير في تصرفاتك مع الابتلاءات. قصة اللي أنا متيقنة منها 1000000% بلي أنكم ما غاديش تندموا إذا سمعتوها، وغادي تنشط لكم الجوارح تلكم من بعد. سلام سلام ومرحبا بكم في قناتنا يوتيوب سلامي ليك. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم واحوالكم طيبه. شحال واحد فيكم تيفكرني باش ندير قصص الانبياء وكيصحاب لي بلي انني تخليت على هاد المواضيع. احبائي شكرا على التفاعل ديالكم مع اي فيديو كنحطو لكم. اذا كنتي غير دايز وبنت لك هذه القصه ودخلتي واول خطره كتشوف القناه ديالي كنقول لك مرحبا بك، ويشرفني انك تكون ضمن العائله ديالنا. واذا كنتي اصلا من العائله فمرحبا بك دائما وابدا. القصه ديال اليوم كدائما وابدا من تحت الطلب ديالكم، قصه على نبي من ذريه اسحاق ابن ابراهيم عليهما السلام، نبي اللي ضرب الله به المثل للبشريه في النموذج نتاع رجل اعطاه الله النبوه والمال والاولاد والصحه، ومن بعد غادي يبتليه مولانا باعظم البلاء رغم نبوته. في الحلقه ديال اليوم غادي نعرفوا كيفاش صبر هذا النبي صبرا لم تعهد البشريه كما كان عليه السلام. فمعظمنا كيعرف صبر ايوب، ولكن واش تتعرفوا شنو وقع بالضبط؟ خلينا نفتتح حلقه اليوم بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، صدق الله العظيم. نبداو قصه حلقتنا اليوم، لنبدا. فكل من قال الصبر قال سيدنا أيوب. ومن رواية وهب بن منبه القصة هي أنه كان أيوب رجلا كثير المال، عنده الأنعام والعبيد والمواشي والأراضي المتسعة والقصور، كان عنده خير لا يعد ولا يحصى، ومن فوق هادشي كله كان عابد لله، ما كانش مثل فهاد الدنيا، كان كيصلي كيتصدق وكيصل الرحيم مع الناس الى ما غير ذلك. في هذا الوقت ابليس ما غاديش يعجبو الحال من هذا الشيء اللي كيشوف سيدنا ايوب، تيوسوس ليه ويقول ليه بلي عندك كاع هذا الخير ولدابا باقي في العباده ديال مولانا، زعما ما عندكش اللي يشغلك عليه، فدابا ضروري انني نجيب لك شي خطه. وهادو ما بين حيل ابليس لعنه الله عليه، هذا الشيء اللي كيقول لما كيكون كيخطط شي مخططات لعباد الله الصالحين. واحد النهار ابليس غادي يدخل في موضوع ما بين السماء والارض وغادي يخاطب مولانا عز وجل. كيفيه الخطاب مع الله عز وجل الله اعلم بها. المهم ابليس غادي يطلب من مولانا باش انه يمكنه من مال ايوب. قال ليه يا رب انت انعمت على ايوب في كل النعم، فمستحيل انه غادي تفتن ويخلي عبادتك داكشي باش مكنني من المال ديالو باش تختبر العبد ديالك. يا ربي خليني نتمكن من اني نفتنو في المال، ومن بعد شوف ايوب شحال غيكفر بك، والله اعلم بهذا. ايوا فعلا مولانا غادي اذن ليه بالتسلط على مال ايوب. نزل ابليس للارض وبان ليه سيدنا ايوب ناض كيصلي ووعد نفسه انه غادي يفتنو. وكيف قلت لكم لانه ابليس اشتهر بالحيل ديالو، ماشي غير هي اللي خرجت الناس من الاسلام للكفر، ولكن خرجتهم كاريمون للزندقه. ابليس غادي يجمع الجن والشياطين والمرضى، المهم ما خلى حتى حد، وهو يقول لهم سمعوا العلم عندي، انا تسلطت على مال ايوب داكشي باش اي واحد عنده شي حيله ولا خطه في باله يقولها ليا. فغادي ينوض واحد من الجن وغادي يقول ليه انا عندي وحده. قال لي شنو عندك؟ قال ليه انا يمكن لي نطلع من الارض ونقلب داكشي كله الى نار. ابليس غادي يقول ليه سير. فسيدنا ايوب كيف قلت لكم عنده قطيع من الابل وقطيع من الغنم وكل حاجه كانت بوحدها، وماشي 30 ولا 60 ولا 100، ولكن كان عنده من هذا الخير كاع البلاد اللي هو فيها من الشام وفلسطين، يعني كانت عنده شي حاجه اللي هي كبيره. زائد على هذا كانوا عنده مزارع كبار. هذا الجني غادي يدخل على المكان اللي موجوده فيه واحد لابارتي من هذا الشيء، وغادي يشعل العافيه اللي غادي تشد في كل شيء وما خلات حتى شي حاجه. غيرجع هذا الجني لابليس وغادي يسولو شنو درتي. قال ليه صافي حليت هذا الموضوع، راني حرقت كل شيء وما خليت حتى شي نفس.
إبليس في هذه اللحظة غادي ينشط وغادي يتهيئ في صورة رجل وقور وغادي يلبس مزيان وغادي يمشي يدخل على سيدنا أيوب وهو تيصلي وغايقول ليه الحق يا أيوب. غيدور عنده غادي يقول ليه شنو واقع، غادي يقول ليه إبليس راه تحرق لك كاع داكشي اللي عندك وما بقات لك حتى شي حاجة من الأنعام. غادي يقول ليه واش بصح؟ قال لي إبليس آه. في هذه الأثناء غادي يجاوبه سيدنا أيوب عليه السلام إني خلقت عريانا وسأحشر عريانا، وبدا كيكمل الصلاة ديالو. إبليس بغى يموت وخرج الفان حيتاش كان كينتظر شي تصرف آخر من عند النبي، غادي يمشي عاوتاني يدير اجتماع مع الشياطين والجن والمرضى إلى ما غير ذلك ويقول لهم شكون عنده شي خطة واحدة أخرى. غادي يقول لي واحد الجني انا عندي بصيحه وحده وغادي نموت كاع داكشي الاخر اللي بقى ليه. غادي يقول لي ابليس سير. فعلا داكشي اللي كان. عاوتاني ابليس غادي يمشي عند سيدنا ايوب ويقول ليه نفس الهضره. غادي يجاوبو سيدنا ايوب عليه السلام خلقت عريانا وساحشر عريانا. شفتوا على جلاله على ثبات ابليس في هذا الاثناء حار. كيفاش غادي يقضي على الصبر ديال هذا النبي؟ للمرة الثالثة غادي يرجع للمجمع ديالو ويسولو شنو باقي. غادي يقولوا ليه بلي باقين المزارع. غادي يصيفط 3 أو 4 ديال الشياطين يفضيو معها بريح عاصف وفعلا قضوا على المزارع كلها. إبليس يأس وبلي بلي أنه سيدنا أيوب ما تجاوب معه حتى شي حاجة من داكشي اللي خطط لها. غادي يطلع ما بين السماء والأرض بخطاب لا يعلمه إلا الله. غادي يسول سؤال آخر. قال ليه يا رب أنا بغيت منك طلب ثاني. أن أيوب صحيح عنده المال وما كيهموش ولكن عنده الولد والأهل، وهذه هي النقطة اللي كتهد الرجال أو لا كتركع الرجال. صلتني على ابنه وعلى أهله. إيوا مولانا عطاه الإذن وعطاه هذا التسليط. غادي ينزل إبليس وغادي توجه القصر أيوب والقولادو كيلعبوا ويهز هذاك القصر لدرجة أنه كاع اللي فيه ماتوا وما غادي تبقى إلا مرته واللي هي رحمة بنت إبراهيم بن يوسف عليه السلام. غيمشي إبليس عند سيدنا أيوب وهو تيصلي وقال ليه يا أيوب كارثة، سولو شنو واقع. بين قوسين فإبليس كل مرة كان كيجي لسيدنا أيوب في هيئة، وهذا المرة جاء على أساس أنه كان كيعتق الأهل ديالو وزعمو فيه الدم ومكرفس. المهم غادي يقول ليه راه ولادك كاملهم ماتوا. قال ليه كيفاش وقع؟ قال ليه فبينما هم ياكلون ويشربون جات واحد الريح فاخذت باركان البيت فالقته عليهم وراه اختلطت الدماء ديالهم ولحومهم بطعامهم وشرابهم. المهم بدا كيوصف ليه الوضع باش انه يخلعوا. فهاد الاثناء تصير عليه قلبه وبدا تيبكي، وهنا ابليس نشط وفرح قال صافي طيحتو في داكشي اللي بغيت، عرفت منين نقدر ندخل ليه. عرفتو ديك الدوره نتاع هي كتبغي تمشي وتتشوف شي حاجه وكترجع؟ داكشي اللي وقع لابليس. غير هو غادي شويه يبان ليه بلي انه ايوب بدا كيستغفر وناض كيصلي. ما نجحش ابليس عاوتاني في هذه المهمه. فرن ابليس رن سمع بها اهل السماء واهل الارض، ثم خرج الى السماء من جديد. غادي يعاود يطلع للموقع ويسول نفس السؤال لمولانا. غادي يقول ليه يا ربي انت سلطتني على ماله وعلى ولد ولكن ما سلطتنيش على نفسه على الجسد ديالو. مولانا غادي يعطيه هذا الاذن. غادي يهبط ابليس وغادي ينفخ تحت قدم سيدنا ايوب نفخه اللي غادي يقرح ما بين قدميه الى قرنه. غادي يتقلب الجسد ديالو كله بحال شي كويرات بحال دوك الفقاعات اللي تيكونوا عامرين بالماء، عمر بها سيدنا ايوب في الجسد ديالو كله والله اعلم، لدرجه انه كان تيحكها حتى كيتساقط اللحم ديالو. زائد على هذا كانت كتطلع منه واحد الرائحه ما كان حتى شي حد كيقدر انه يتحملها. غادي يتجمعوا الناس ديال القريه وغادي يبداو يتكلموا، وهذا الشيء اللي تنعاود لكم من تسلط وابتلاءات وغيره تخيلوه راه دام على مده 18 سنه، يعني راه ماشي قصه يوم او بضعه ايام، 18 سنه. المهم كيف قلنا الناس بدات كتهضر بلي اي بلاصه فيها ايوب كاين واحد الريحه لا تطاق اللي نابعه من داكشي اللي صابو في الجسد ديالو. قالوا اجي نديوه لشي بلاصه بعيده علينا. فعلا غادي يديوه لواحد البلاصه اللي هي مهجوره واللي جلست فيها معاه الا مراته رحمه وكتحاول انها تعاونه وتشد بيديه للخلاء الى ما غير ذلك. ومع ذلك صبر ايوب وما كفرش لا بالقدر ولا بمولانا، زائد كان عايش في صبر جميل. كاينه قاعده في الصبر
الأولى هي الصبر بالشكوى، والثانية هي الصبر بدون شكوى بدون لوم ولا عتاب، واللي هو دعا بها سيدنا يعقوب عليه السلام. وهذا الصبر الجميل كانوا كيتسموا به الأنبياء. سيدنا أيوب بقى شي سنة وست شهور هو كيعاني من الداء اللي به. فهاد الأثناء كان إبليس جالس مع راسو بدا كيفكر كيفاش يجي الأيوب يوسوس ليه وهو ينقذ واحد الشيطان. قال ليه فاش كتفكر؟ قال لي كنفكر في هذا اللي سميته أيوب، وأش هذا الصبر اللي عنده 18 سنة وأنا من مورا تابعه ووالو. غادي يقول ليه أنا عندي لك خطة. قال لي نهار خرجتي آدم من الجنة جيتي في طريق شكون؟ قال لي في طريق حواء. قال لي أجي الأيوب عن طريق الزوجة دياله. قال لي صف لقيتها، هذه هي الحيلة الأخيرة. الدود كياكل في جسد أيوب، جالس في بيت مخرب وقنت مهجور وما متحملو حتى شي حد من البشر. بقات ليه خير مراته اللي خدامه عليه، حتى الفلوس ما بقاوش ليه باش يتقدى. وسبحان الله، سبحان مبدل الاحوال من الغنى والخير والقصور الى الفقر المدقع، او اكثر من هذا الخبز ما لقاوش. ورغم هذا الشيء كانوا صابرين. رحمه واللي هي الزوجه نتاع سيدنا ايوب غادي تخرج تشوف فين تقدر انها تلقى الخبز. شوية غادي تمثل ليها الشيطان في صورة شيخ ذو وقار، وهو يقول لها أنتي زوجة أيوب؟ قالت لي هي هي أنا. قال لها كنشوف حالتكم كي دايره. قالت لي الحمد لله على كل حال، الحالة ديالنا مزيانة وأمورنا هي هذيك. قال لها شنو خصك بالضبط؟ قالت لي بغيت نشري الخبز. هو يعطيه لها. قال لها أنا عندي علاج وبغيتك توصليه لأيوب، بيه غادي يتشافى وراني كنعرفه وكان قديما خدمنا بالحلال. فرحات رحمة، غادي يعطيها سنجاب وغادي يقول لها قولي ليه يذبحو ويسيل الدم ديالو ويمسح به وصافي غادي يولي احسن من الاول. تيقات ونشطات حيت هي مسكينه بغاتو غير يبرى. شفتو على الشوطين منين بغى يدخل الايوب؟ ما عرفتش واش فهمتوا القصد ديال ابليس. بغيتكم واحد الثواني تحبسوا الفيديو وتهبطوا لتحت وتقولوا لي شنو هو المقصود نتاع ابليس لما طلب هذا الامر من رحمه زوجة النبي. شنو المقصود انها تذبح سنجاب وياخذ الدم ديالو ويمسح به؟ من بعد ما جاوبتوني تحت واخا اذا كنتو غالطين خليوها. المهم القصد ديالو هو انه يطيحه في الفخ، بمعنى يلتجأ الامر غير الله، يعني ما يطلب ما يجتهد ما يلح في الدعاء ما والو، فقد ياخذ شي حاجه يتوسل فيها من دون الله. المهم هو انه يحاول يخرجه من الصبر ديالو. المهم رحمه غادي توصل عند سيدنا ايوب وغادي تعطي ليه الخبز وتقول ليه راه جبت لك هذا الشيء، عطاه ليا واحد الشيخ وقور وها كيفاش. وقالت لي القصه كلها، شاف فيها نظره استغراب وعلم باللي انه ابليس. تقلق وبدا تيقول وصلت به الدرجة انه يجيني من الزوجة ديالي. سيدنا ايوب ما قدرش يتحرك ووصلت به المرحلة انه غضب وتأسف على راسه، وهو غيهز كفوفه للسماء فقال ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. دعا بها من اعماق قلبه. الدعوة غادي توصل لابواب السماء وديك الساعة غيستجب ليه مولانا. من بعدها بأيام قليلة غادي تخرجوا الزوجة ديالو رحمة باش أنه يقضي الأمر ديالو في الخلاء وغادي تخليه تما. وسبحان الله، اسمعوا، فجاء جبريل عليه السلام يوما ما فأخذه بيده ثم قال قم، فقام فنحاه عن مكانه وقال أركض برجلك، زعما اضرب الأرض، هذا مغتسل بارد وشراب. فركض برجله ونبعت عين فقال اغتسل، فاغتسل منها. ثم جاء أيضا فقال أركض برجلك ونبعت عين أخرى فقال له اشرب منها، وهو قوله أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وألبسه الله حلة من الجنة، رجع ليه مولانا الشباب دياله وشفاه. فتنحى أيوب فجلس في ناحية. رحمة غادي تشوف بلي أنه الزوج ديالها اللي هو سيدنا أيوب تعطل عليها وغادي تمشي لعنده ولكن ما عرفتوش. فقالت يا عبد الله أين المبتلي الذي كان هنا؟ لحل الكلاب ذهبت به أو الذئاب. المهم ولات تتكلمه. فقال ويحك أنا أيوب، قد رد الله علي جسدي ورد الله عليه ماله وعطاه القوة حتى ولد نفس الأولاد اللي مشاو ليه. فسبحان الله. وفي أحد الروايات يقال أنه كان كينزل عليه جراد من الذهب والأموال، وهذا كان جزاء الله ليه لما صبر صبر جميل.
حتى من الزوجة ديالو بيان سور رحمة أكرمها الله، حيتاش صبرت معاه أثناء هذا الابتلاء ورجع الله شابة وولدات الأيوب عليه السلام 26 ولد من غير الإناث، ويقول سبحانه وأتيناه أهله ومثلهم معهم. وهذه هي كانت قصة حلقتنا اليوم، اللي كنتمنى أنها تكون نالت إعجابكم وعرفتوا شي أمور اللي ما كنتوش عارفينهم. آخر رسالة قبل ما نختم هذا الفيديو، كل ما عييتي وبغيتي تستسلم تذكر الصبر نتاع أيوب، واعلم أن صبرك نقطة من بحر أيوب. وختاما، لقد قال تعالى في سورة محمد بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ما تنسوش أنكم تضغطوا على زر الإعجاب بيان سور إذا عجبكم المحتوى وعجبتكم قصة اليوم. سلام سلام.